على هوا الجيبة منتسوق تكتيك جديد بحياة اللبنانية. فيوم بعد يوم عم تشهد السلع والمواد الغذائية ارتفاع كبير بالأسعار، إن كان باللحمة أو بالخضرة أو الفواكه. هالارتفاع أدى لاختفاء أنواع كتير من الطبخات بالبيوت وتسكير بعض المطاعم أبوابها، وحدة محلات السناك رغم أنه دوبلت أسعارها بعدها صامدة، ولكن مع تراجع العادات الشرائية للزباين. والله هلأ لأني جعت وماني قادر أشتري دجاج ومضطر أكل، شو عاد شو بدي أعمل؟ أقل شي الفلافل أرخص شي. إذا في يكون معي متوفر معي باكل دجاج، إذا مش متوفر معي باكل فلافل. ما بدي أتغدى بس عادة أكيد ما راح أحطها بحساباتي يعني من اليوم ورايح، إنه عم ناكل بهالأيام الرجيم منيح أصلا. رغم إنه زاد سعره بعدك قادر تشتري؟ والله شي بحيه، إلي شهر عم حاول جيبها حتى اليوم قدرت جيبها، بكل صراحة يعني. بعد راح يخلوا معنا نشتري لحمة وشاورما. ليه هالارتفاع الكبير بالساندويشات؟ نحن عم نتابع السوق يومك يومك، يعني اليوم صار شيء بكره صار شيء، عم نتابع كيف كنا ماشيين عادي، كيف ايام ال 2005 بنستلم بنحط نسبه الربح تبعنا وبنمشي على الاساس. لاحظت عندكم سيستم بتصيروا تحطوا انه قد ايه الدولار قد ايه الساندويش، يعني كل ما يطلع الدولار كل ما بيطلع الساندويش. الاسعار بتتابع يومك يومك، يعني تعديل اسعار ايه، اذا بدك مش يومك يومك كل ساعتين ثلاثه تعديل اسعار. رك اليوم على الحبوب والخضره بس اللحمه نسيوا امره، يعني صار من الزمن الجميل اليوم. انه اقل كيلو لحمه 60 70 الف، يعني اذا بده ياخذ غنم يعني بعزي الزبون بيوصل ل 150 الف 140 الف، يعني هلا اليوم كيلو غنم 160 الف. ما فينا نحكي غير شيء، حتى بالسوق مش كثير عم يسلمونا لحمه يعني الكميه الكبيره. صحيح انه محلات الفلافل والساندويشات والسناك ضاعفت اسعارها مرتين وثلاثه، ومع هيك بعد اسعارها مقبوله وبمتناول للجميع. سعر ساندويش الفلافل ارتفع من 3000 ليره ل 9000 ليره، سعر ساندويش القرنبيط من 4500 ليره ل 8000 ليره، سعر ساندويش البطاطا من 3500 ليره ل 8000 ليره، بينما اسعار ساندويشات الدجاج واللحمه صاروا باللوج، فارتفعوا من 6000 ليره ليلامسوا اليوم 19000 بفضل الدولار. وبالرغم من هالارتفاع الكبير الا انه بتضل اوفر من حيالله طبخه بالبيت. ماديا اوفر، يعني انا كنت عم بحسبها هذيك المره الطبخه بالبيت تكلف اكثر من اذا طلبت ساندويتشز او طلبت شيء فاست فود. اذا الواحد يعمل ساندويتشز او شيء ارخص بكثير ما تعملي طبخه اذا كان لوحده. الفلافل احسن من انك تروحي تعملي طبخه كامله بالبيت. ما زال كيلو سكر ب 13000. دنيا اجناس، بين نفسات الدولار والغلا يلي صاير في ناس عم تضحك وفي ناس عم تبكي وفي ناس بلغ فيها الياس حد التعبير بطريقه ثانيه. الاسعار صارت احلى، صار فينا نصرف الدولار من برا. ايه شفتي لك حدا كلها معبايه هلا انه العالم كلها عم تشتري وعندها دولارات عم بتصرف. الناس معها دولار؟ ايه ما بشوف اساليهم بقول لك ما بيفضوا صالون من وقت ما فتح الكورونا والسوق ماشي. شيء غريب مزبوط. من وين عم يجيب الدولار؟ كله عم يجي من برا، بيبعتوا لنا من هالسبب نزل علينا انه كيف عم ينزل الدولار هلا. لانه الوضع مبكي، شو بدي اقول لك؟ عن جد حرام هالعالم والله. كله رايح بس خارجنا.